هو قران شيء ده بدأ زي أي نشاط قران في أي كنيسة. أنا بدأت خدمتي مع قران سنة 95، وبعد كده وصلنا لسنة 98. من أول سنة 98 بدأنا نعمل حفلات كاملة، إن القران يقدم حفلة مدة ساعتين ترانيم، وإزاي تخلي المشاهد يعني يقعد ويسمعك بحيث ما يبقاش في ملل. يعني اللي خلاني احس ان كورال ابانوب مختلف تماما عن اي كورال انا خدمت فيه قبل كده، كان اول كورال ابتدي الف ولحن فيه. انا دايما كنت يا اما مرنم احيانا، يا اما عازف ناي احيانا اخرى، لكن هنا ابتديت الف ترانيم ولحن. ابتديت الاقي تشجيع ان انا ابتدي اقود الكورال في الترانيم اللي انا ملحنها، وان انا اسلم اللحن، وان انا احفظهم الكلمات. ابتدى يبقى ليا دور، او ابتديت الاقي طعم مختلف في وجودي في الكورال ده عن اي كورال تاني. ابتدينا ان احنا نلحن ترانيم بتاعتنا ملكيه خاصه لينا من سنه 2003 تقريبا. ناس كتيره شافت ان دي خطوه حلوه، ان احنا انضمنا للكورال كعيال صغيرين، واحنا وبنكبر كبرنا جوه الكورال، وربنا مد ايده وكبر الموهبه بتاعتنا خلينا ان احنا نقدر نخدمه صح في الكورال. لغايه لما بدانا في سنه 2003 ان احنا لحنا ترنيمتين، لغايه لما وصلنا لسنه 2006 قدمنا حفله 100% كانت تلحين وكتابه وتوزيع كورال ابانوب. فكانت حاجه حلوه والناس انبسطت من كده. الناس برضو حبت جدا الافلام اللي احنا بنعملها، لان سهل جدا او اسهل ان انت توصل رساله بالصوره والصوت اكتر من انت توصلها بس بالترنيمه. الناس حست الافلام ولقت ان احنا بنعمل عمل كويس وبيستفادوا منها. اما جميع افراد الكورال يعني اشكر ربنا انهم متمتعين بالخدمه، نقدر نقول طبعا انها خدمه. فدي تشجع ان يا ريت كل واحد يقدر يشارك في اي نشاط فني ككورال مثلا، ما يمنعش نفسه من النعمة الحلوة دي. سبب من الأسباب المهمة خالص اللي خلتني إن أنا أنضم للكورال في المقام الأول، إن أنا وأنا في المرحلة الثانوية من حياتي كنت ماشي في طريق روحي، كان ماشي في سكة غلط خالص، ما كانش هو ده السكة اللي أنا المفروض أمشي فيها. وواحد من أصحابي أخذني حضرت حفلة لكورال من الكورالات في مصر، في مسرح الأمبرويس، والحفلة دي كانت سبب كبير او سبب اساسي في مرحله تغير في حياتي. وابتديت من ساعتها اتبع ربنا واقرب من الكنيسه اكتر، ومن هنا ابتديت احس ان انا حابب ان انا انضم لخدمه الكورال، وابتديت احس ان انا الكورال ده خدمه مهمه، وان احنا ممكن نغير حياه بني ادم بالكلمه المرنمه، غير ان هي تسبيح وتمجيد لربنا، لانها ممكن تكون بتغير حياة بني آدمين وبتساعدهم لتغيير مسار حياتهم. الميزة بتاعت الكورال بتاعنا إن هو مش مجرد بس مهتم بالترانيم، الكورال مهتم بكل المواهب اللي ممكن تستخدم. إحنا بنحاول إن إحنا نستثمرها في الكورال. اللي بيلحن هيلاقي مجال إن هو يلحن ترانيم، اللي بيلعب موسيقى هيلاقي مجال يوزع، هيلاقي مجال إن هو يلعب أداءات لايف على المسرح، اللي بيكتب هيكتب ترانيم، اللي ليه في التصوير او في الافلام هيلاقي فيه مجال، وفي مجال في التمثيل. بعد عده اسابيع من لما ابتديت مع كورال ابانوب جم قالوا لي ان هم هيعملوا فيلم جديد وان هم محتاجين ان انا امثل معاهم. في اللحظه دي بالذات انا كنت مقتنع تماما ان انا ما بعرفش امثل، وقلت لهم لا 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 معلش، انا ممكن اعمل اي حاجه الا ان انا امثل يعني. فساعتها انا فاكر مانويل هو المسؤول عن الفيلم، هو اللي بيصور هو اللي بيخرج، جه قال لي بص التمثيل مش صعب قوي، انا بس عايزك تفولو الانستراكشنز اللي انا هقولها لك وهتلاقي الموضوع شويه شويه بقى اسهل يعني. انا ما كنتش متوقع تماما بعد ما الفيلم خلص واتعرض والناس جت كلمتنا بعد العمل والناس انبهرت بالفيلم، اكتشفت ان انا بعرف امثل. انا ما كنتش اعرف خالص ان انا بعرف امثل. احنا ربناك على كده يا ستيف. مش ده اللي انت ربطتني عليه، بس مش معنى كده ان انت مش السبب. ليه؟ واحنا اللي قلنا لك امسك مسدس واقتل؟ احنا اللي قلنا لك روح بيوت الناس واسرق؟ طبعا، منتظر ايه؟
اللي انت فيه ده انت السبب فيه، عندك هو السبب فيه. في مره قالوا السكتش ده مش عايزين نمثله على المسرح، عايزين نصوره ويتعرض على البروجيكتور، يعني طريقه فيلم. طب هنعملها ازاي ده احنا حتى ما عندناش كاميرا؟ كان عندنا كميه مشاكل رهيبه، طب الصوت، طب المزيكا التصويريه، بس ربنا هو اللي جهز لنا كل الحاجات دي. الناس حتى اللي في افراد الكورال اللي كانت بيمثلوا في الافلام دي كانت بتفضي نفسها في اوقات، يعني ممكن يبقى عندهم امتحانات، ممكن يبقى عندهم مثلا التزامات في البيت ولا حاجه، بس كانوا بيفضوا نفسهم عشان عايزين يعملوا حاجه في الكورال تمس الناس ويستفادوا منها روحيا واجتماعيا كمان. في الاول كان الواحد بيلاقي صعوبه ان هو يلاقي الوقت، لكن لما بتقعد فتره طويله في الكورال بتحس ان هو بقى جزء من حياتك، وما بتحتاجش ان انت تدور له على الوقت لان هو بيكون متخصص لوقت لوحده، وانت عارف ان الوقت ده بتاع الكورال ودي الخدمه بتاعتك ولازم تكون امين فيها، وربنا بيساعد دايما. يعني بصراحه يعني انا ما عدتش الحفلات دي، يعني هو من نقدر نقدم من سنه 98 لغايه يمكن 16 حفله تقريبا، يعني دول 16 حفله كحفلات كامله كورال، ككورال فقط لغير كورال شهيد أبانوب. لكن برضو نقدر نضيف المشاركه من الكورال في حفلات اخرى، يعني كان قدم نص ساعه ولا ثلث ساعه، ده برضو شيء برضو يضاف للكورال، او في راس السنه في الكنيسه في نهضه من نهضات السيده العذراء. يعني اتذكر مرات قدمها في القنصليه المصريه. يعني نضيف على كده كمان، يعني لما العائلات لما يشوفوا اولادهم موجودين في الكنيسه وبيخدموا وفي انتاج روحي جميل طالع، فده بيبسطهم كتير. يعني بصراحه انا بحب دوم معاك. يا سلام.